سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ إيهاب لك والسادة المشاهدين. سيادة السفير، يعني ما هو بالضبط الثقل السياسي لمجموعة حزب الشعب الأوروبي ورئيسها الذي يمكن أن نعول عليه في تغيير وجه ما يحدث على الأرض في منطقتنا؟ يعني هو مجموعة أساسية في البرلمان الأوروبي، يعني ما هو يعني ده البرلمان اللي بيجمع جميع الدول الأوروبية، البرلمان الاتحادي. أي. فبالتالي بالنسبة لقرارات المجموعة الأوروبية بيبقى يعني بتتطلب ضرورة الإجماع. هنا بيبقى في توجهات لبعض الدول، وشفنا ده بالنسبة للدول اللي اعترفت بدولة فلسطين، الأربع دول. أي. ده يعني ما أثرش في السياسة العامة للاتحاد الأوروبي. أيضا بنشاهد دايما المسؤول عن السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. أي. وهو من أصل أسباني وكان مسؤول في الخارجية الأسبانية أثناء مؤتمر مدريد في سنة 1991. أي. وبالتالي هو متابع القضية الفلسطينية ودائما يتحدث بطريقة ودية جدا وبضرورة وقف القتال منذ أن زار المنطقة أو الغلاف غزة اللي ضرب في عملية طوفان الأقصى، وبيرى بعد ذلك الدمار والإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. ومع ذلك يعني ما غيرش كثيرا في التوجه للدول الرئيسية زي ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، يعني تغييرها هو من أجل لبنان ارتباطها بلبنان وعلى مصالحها في لبنان. نعم، مصالحها في لبنان مع سيادة لا تفضل. وارتباطها باعتبار أن الثقافة والارتباط المصالح يعني إلى آخره، فبترى ان يعني في علاقه خاصه لها مع لبنان. طيب بالنسبه يا فندم للعلاقات المصريه الاوروبيه، يعني كيف يمكن ان تضيف لها هذه الزياره؟ تحدثوا عن الاستثمارات، تحدثوا عن الاستفاده بجهود مصر في البنيه المؤسسيه والتحتيه. يعني هو ده توجه ايجابي من عده دول اوروبيه وغير اوروبيه، يتطلب على الجانب المصري ان احنا يعني نبحث ما هي مطالبهم بالنسبة المشروعات المطروحة وما هي المشروعات اللي هم بيرغبوا ان ينضموا فيها. أي. وهل لهم ملاحظات على قوانين معينة بالذات القانون الجنائي اللي بيطبق على رؤساء ومدير الشركات. ايضا قانون العمال. في ملاحظات معينة يعني أبدها المستثمرون سواء حتى العرب الكويتيين والسعوديين والقطريين والإماراتيين، يجب أن احنا ناخدها بجدية لأن البدائل موجودة في دول أخرى. أيه. احنا عندنا فرصة أفضل بكثير. صحيح. من الدول الأخرى في إعداد بنية أساسية، استقرار الأمن، يعني الاستعداد للتعاون، ولكن الاستعداد لا يكفي ان احنا بنعلنه فقط. انما هناك اجراءات معينه لازم نشتغل عليه بالضبط، منها اهمها ميكانيزم او اليه اتخاذ القرارات الاقتصاديه والماليه. ايضا الضرائب بكل انواعها بالذات الضرائب غير المباشره. اي. دي بتمثل عبء على المشروع. ده صحيح. ايضا بالنسبه للرقابه على حسن الاداء المالي والاداري للاجهزه الحكوميه. يعني في عده حاجات. فبالتالي الاتحاد الاوروبي احنا شفنا لما جت اورسولا فوندرلاين. أي. وعملت الاتفاقات مع مصر وبمبالغ ضخمه، فده بدايه بتشجع الدول الاخرى. تمام. ايضا ما تيجي زياره مديره الصندوق النقد الدولي. ايوه. دي هتبقى ايضا مهمه اذا توصلت الى توافق على المطالب المصريه بالنسبه لعدم يعني المبالغه في رفع الدعم عن حاجات كثيره، لان ده بيمثل ضغط
على الفئات اللي هي دخلها محدود او الفئات الفقيره. ده هيكون ايضا عامل مساعد، لان دايما الدول الراسماليه والغربيه بالذات بتاخد بعين الاعتبار جدا مدى توافق مصر مع صندوق النقد الدولي. تمام. يعتبروها ان هي يعني الوصفه الاقتصاديه المبنيه على اسس سليمه. صحيح. بالرغم طبعا ان لها اعباء اجتماعيه واعباء يعني اخرى، انما هم بيعتبروها ده مؤشر ان الاقتصاد فعلا بيسير في الطريق السليم. صحيح. وبتاثر طبعا في اتخاذهم لقراراتهم سواء بالاستثمار او بالقرض او بالمنح باي شكل. بشكرك جدا سياده السفير رخا احمد حسن، مساعد وزير الخارجيه الاسبق.